لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم الترندات وعناوين حلقة النهاردة. نبدأ بترند الأهلي، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المقصة. وفي الترند المحلي انتهاء الدوري آخر أكتوبر. وفي الترند العالمي جاريث بيل على أعتاب العودة لتوتنهام. طبعا لسه مستمرين معاكم في إطار مباريات الجولة 27، ورغم أن المباريات بدأت منذ حوالي يومين لكن هذا الأسبوع تحديدا ممتد معانا حتى نهاية الأسبوع، والختام إن شاء الله هيكون غدا الخميس. لكن النهاردة في مباريات مهمة، مباراة الجونة وسموحة الساعة 6، ومباراة وادي دجلة وبيراميدز الساعة 8:30. بيراميدز بيسعى للتواجد ضمن الأندية اللي بتحاول تصل إلى المركز الوصيف، وفي منافسة قوية مع الزمالك والمقاولين، والمقاولين بالأمس تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، وبالتالي ما زالت هناك منافسة قوية جدا بين الأندية على المركز الثاني. لكن في المركز الأول الأمر بعيد تماما، للنادي الأهلي يحلق عاليا في جدول الدوري متصدرا المسابقة في مشهد معتاد كالعادة لنادي القرن الإفريقي. أخرج إلى فاصل ثم نواصل حلقة النهاردة من برنامج الترند.